بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على هداه إلى يوم الدين. أهلا بكم ومرحبا مع السيرة الخالدة، سيرة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. تسلسلت بنا السيرة وانطلقنا من موقف إلى موقف حتى وصلنا إلى السنين التي قبل الهجرة مباشرة، ورأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حاول وحاول في قريش ومع ذلك لم يسلم منهم إلا نفر قليل، كل الذين أسلموا تقريبا 150 واحد، كان 80 منهم في الحبشة والباقون في مكة. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل لعله يجد قبيلة تنصره وتحميه وتدافع عنه وتحمل معه هذا الدين، وبدأ العرض على القبائل، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمل أن يحدث شيء في قريش أو في القبائل ولا شيء، إلى أن جاءت قبيلة بني صعصع. بنو صعصع قبيلة من عظماء القبائل العربية، يرأسهم حكيم من حكمائهم وعظيم من عظمائهم اسمه بيحرة ابن فراس. فبيحرة لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه قال أسمع، ولم يلتفت إلى أبي لهب وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ها، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام ويشرح له ويسمعه القرآن، فانبهر الرجل بالمنهج العجيب للإسلام وانبهر بالقرآن الكريم، فقال انتظر اجلس لا تذهب، وخرج وجمع قبيلته. قال والله قد سمعت كلاما لم أسمع مثله قط، والله لقد قال قولا لا يقوله أحد. قالوا ما تأمرنا؟ قال أسلموا له وأطيعوه، تظهروا على العرب، هذا الذي يأخذه سينتصر على كل العرب. قالوا أنت سيدنا والأمر أمرك، تصرف نحن معك. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أعجبني كلامك وأعجبني منهجك، لكن عندي شرط. قال ما هو؟ قال أنا أسلم لك لكن بشرط أن يكون لي الأمر من بعدك، يعني إذا أنت مت أنا الخليفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر إلى الله عز وجل، أنا لا أحكم هذه المسائل. قال نعرض نحورنا لسيوف العرب، يعني إحنا سننصرك ونقاتل كل العرب من أجلك ثم يكون الأمر لغيرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمر لله يضعه حيث يشاء في عباده والعاقبة للمتقين. فقال الرجل كلا، احنا نقاتل وغيرنا ياخذها؟ اذا كان الرجل يريد الدنيا ما كان يريد المنهج، والله سبحانه وتعالى سبحان الله لا ينصر دينه بمثل هؤلاء، فصرفه عن الدين وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم لشرطهم هذا، يشترطون الدنيا والدين الذي يريد ان ياخذه لا ياخذه لدنيا، يخلص النية لله رب العالمين، لا يبتغي مالا ولا يبتغي جاها ولا يبتغي شهرة ولا يبتغي مناصبا، يكون الدين لله عز وجل. فرجع بيحرة بن فراس ومعه بني صعصع، رجعوا إلى ديارهم وإذ شيخ من شيوخهم هناك كبير، فقال يسألهم أخبار الحج عاجز، فقالوا لا كذا وكذا، قالوا أي شيء حدث؟ قالوا لا، أخبروا قصة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هل لهذا الجرح من مضمن؟ جرح عظيم، ماذا فعلتم؟ قالوا مالك؟ قال أما علمتم أنه زمن نبي من بني إسماعيل، واحد يقول لكم أنا نبي من بني إسماعيل تتركونه؟ فأصروا قالوا لا يكون الأمر لغيرنا، لا كانوا قادرين أن يكون هؤلاء بنو صعصعة أوائل من نصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها راحت عليهم وتطورت الأحداث. وعرض نفسه على بني شيبان وكذلك لم يستجيبوا، بنو شيبان قوم المثنى بن حارث الشيباني كانوا قريبا من أرض الفرس وكانوا في حماية الفرس، بينهم وبين الفرس تحالف، فلما عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهم نفسه وقت الحج رأوا أنه فعلا كلام عظيم وكلام جميل وأنهم لو أخذوا سينتصروا على العرب، وتشاوروا واتفقوا على الإسلام لكن بشرط، وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن مستعدون أن نسلم لكن بشرط نعينك على كل الناس إلا فارس، نحن حلفاء الفرس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، إن هذا الدين لا يقوم به إلا من أخذه من كل جوانبه، ما يصير نأخذ الدين في جانب نترك الدين في جانب ثاني، أو الدين ما هو على راحتنا وعلى كيفنا، الدين دين الله عز وجل، يكون الدين كله لله. هذه الشروط في دين الله غير مقبولة، أن الدين على هؤلاء أما ضد هؤلاء لا ما يصير، ملة الكفر واحدة، وهذا الدين دين الله عز وجل يجب أن يظهر على المشركين كافة. رفض النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لم يسلموا. وعرض النبي نفسه على سيد من سادات العرب هو سوي ابن الصامت، وله قصة لطيفة. النبي صلى الله عليه وسلم التقى معه قال هل لك إلى أن تسمع لي؟
قال لا. تحجك النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما هو راضي يسمع من أولها. قال عندي كلام جميل. قال عندي خير منه. شوف له كلام الحجيج قبل ما يسمع قال عندي كلام أحسن منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذن أسمعني، إذا عندك كلام أحسن من كلامي أسمعني. قال اجلس اسمع. فأخذ يقص عليه مجلد لقمان، مجلد لقمان كانوا يتوارثون حكم لقمان. طبعا لقمان ذكره الله عز وجل وسمى القرآن الكريم سورة كاملة باسم لقمان، وفي روايات كثيرة تشير إلى أنه كان نبيا من الأنبياء. هذه الحكم ليست من إنسان عادي، فيها التوحيد وفيها الأخلاق وفيها فن التعامل مع البشر، قصة طويلة. فهذا من الحكم التي كان يتوارثها الناس. طبعا القرآن في إخباره عن حكم لقمان بلغة القرآن المعجزة لا يمكن أن يصل كلام البشر إليه. سويد بن الصامت عنده من حكم لقمان من مجلة لقمان، فبدأ يرويها على النبي صلى الله عليه وسلم. كلام جميل وحكم، لكن أين هذا من القرآن الكريم؟ فلما انتهى قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام حسن وعندي خير منه. تعجب سويد، أول مرة واحد يقول له عندي كلام أحسن من هذا الكلام، كلام في منتهى الروعة ومنتهى الحكم، كيف يكون فيه أعظم منه؟ تعجب وأخذه الفضول قال هات. كان في البداية رافض، شوف النبي صلى الله عليه وسلم استدرجه، خل أقول اللي عندك. هذا في الحوار، حوار ليس فقط أن نحن نقول ما عندنا، أيضا نسمع للآخرين يقولوا ما عندهم، ثم الحجة بالحجة. أما يسمعوا ما عندنا ممنوعهم ما يتكلموا، أي حوار هذا؟ بعض الناس يدعو إلى أن الحرية تكون فقط للإسلام والإسلاميين وممنوع الآخرين يتكلموا. لا، الإسلام لا يقول هذا، يقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كل واحد يدلي بحجته، بيننا وبينكم الدليل والبرهان. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع له إلى الآخر فقال هذا كلام حسن وعندي خير منه. فقال هات. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليه القرآن وسويد متعجب. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا كلام حسن وسكت ولم يسلم في لحظتها. يقال أنه أسلم فيما بعد، لكن في لحظتها لم يسلم، وفاته أمر عظيم. ثم التقى النبي صلى الله عليه وسلم بنفر من الخزرج. الخزرج من يثرب التي سميت فيما بعد المدينة المنورة، شرفها الله تعالى على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم. يثرب كان لها أحوال سياسية خاصة جدا تختلف عن كل العرب. أولا يثرب متمزقة بين ثلاث جهات تقريبا بالتساوي، ثلث سكانها من قبيلة الأوس، والثلث الآخر من قبيلة الخزرج، والثلث الثالث من اليهود الذين جاءوا من الشام مهاجرين، لكن صاروا مع الزمن صاروا يتكلمون العربية ويلبسون العربية ويقولون الأشعار العربية، يعني كل شيء مثل العرب، لكنهم أيضا يتكلمون السريانية والعبرية وكانوا على اليهودية، فدينهم يختلف وعندهم لغة خاصة فيهم ولهم عادات خاصة فيهم بناء على دينهم، لكن كانوا يتاجرون ويعملون ويتكلمون، يعني كما ذكرت يعيشون مع عيشة العرب. فثلاث قبائل تسكن يثرب ليس فيها واحدة مسيطرة بالتساوي تقريبا. وقبل الهجرة بحوالي 5 سنين كان هناك معركة عظيمة بين الأوس والخزرج، في معركة يسمونها يوم بعاث. في هذه المعركة أفنى الأوس والخزرج سادة بعضهم بعضا، السادة قتلوا فلم يبقى الطبقة الأولى من القيادات كلها راحت، فالآن الطبقة الناشئة من القيادات كل واحد يحاول أن يكون هو سيد يثرب. التنافس بين مجموعة من هؤلاء السادة من الأوس والخزرج، سعد بن عبادة، أسيد بن حضير، سعد بن معاذ، أبو عامر الذي يسمى الراهب، وهكذا مجموعة كل واحد قاعد يجهز نفسه أن يكون هو سيد المدينة. ولا سيد للمدينة، ليس لها سيد، ولعل هذا من اختيار الله للمدينة، كما جاء في الحديث في البخاري أن عائشة تقول كان يوم بعاث هذا المعركة التي جرت بين الأوس والخزرج قدم الله فيه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي هجرته فأفنى سادتهم. سبحان الله، ما يصير اضطراب سياسي، جاءت الفرصة للإسلام أن يكون هو السيد بلا منافس. كعادة العرب كانوا يحجون بيت الله الحرام طبعا على الشرك، فمن بين الحجاج في ذلك العام مجموعة من الخزرج، 12 رجل من الخزرج. النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بالقبائل، فالتقى بهم فعرض عليهم الإسلام. سمعوا الكلام وجمال الكلام والحكم الذي فيه والمنطق العقلي والدليل والبرهان والكلام المعجز فانبهروا، قالوا دعنا نجتمع. اجتمعوا فقالوا والله إن هذا الذي يهددكم به يهود. ماذا يقصدون؟
اليهود يعلمون من خلال الكتب المقدسة كما ذكرنا كثيرا، وذكر هذا القرآن الكريم أنه في كتب بني إسرائيل موجود ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فإشارات كثيرة تشير إلى أن هذا زمن نبي، وزمن نبي عظيم جدا، وكانوا ينتظرون خروج هذا النبي ويتوقعونه أن يكون من بينهم. فقالوا للأوس والخزرج لما صار الصراع السياسي بينهم، كل واحد يحاول أن يسيطر على المدينة، قالوا قد أضلنا، اليهود الآن يتكلمون للأوس والخزرج يقولون قد أضلنا زمان نبي، فوالله لئن جاء لنتبعنا، سنتبع هذا النبي ونذبحكم ذبح عاد وثمود. اليهود يهددون الأوس والخزرج أن إذا جاء النبي سنتبعه ونفنيكم، لأن عندنا قائد راح يكون ومؤيد من الله عز وجل. فالآن الخزرج هؤلاء تذكروا، قالوا هذا الذي يهددكم به يهود، ما قالوا لكم في نبي سيظهر، هذا هو وكل علامات هذه، فخذوه أن تتبعوه قبل أن يتبعه يهود، وانصروه يعزكم الله به. واتفقوا فعلا على هذا الرأي، وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لا احنا مستعدين ان نبايع. فتواعد النبي صلى الله عليه وسلم معهم ان يتبايعوا عند العقبة، وفعلا عند العقبة، منطقة العقبة قرب مكة، هناك اجتمعوا على العقبة وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. 12 واحد اول من بايع النبي صلى الله عليه وسلم من اهل يثرب، وبايعوه بيعة تسمى بيعة النساء. بيعة النساء أي البيعة على الإيمان، والبيعة على الأخلاق، والبيعة على الطاعة، لا يعصون له أمرا، لكن ليس فيها بيعة على القتال، وذلك سميت بيعة النساء، لأن يعني النساء لا يقاتلن لا يجاهدن، فكأنهم بايعوا بيعة النساء يعني بدون جهاد. النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب منهم البيعة على الجهاد، وأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب يدعون قومهم إلى الإسلام. قالوا يا رسول الله ما نعرف عن الإسلام شيء كثير، أرسل إلينا من يعلمنا ويعلم قومنا الذين سيسلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار واحد من خيرة شبابه، من خيرة شباب الإسلام، مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه. مصعب ذلك الفتى الذي كان في منتهى الترف، يصفونه يقولون كانت رائحة الطيب تفوح منه أمتارا، له جمة يمشطها ومشغول في شعره هذا يمشطه ويتزين بعض الناس، هذا همومهم. فلما جاء الإسلام غير اهتماماته، ما صارت اهتماماته ماذا يلبس، كيف يمشط شعره، ايش يركب، ايش كذا، وإنما صارت اهتماماته كيف ينقذ الأمة، وكيف ينهض بها، وكيف يبني له قصورا في الجنة. يا شباب الإسلام، يا بنات الإسلام، غيروا اهتماماتكم، لا تكون اهتماماتكم اهتمامات تافهة. الله سبحانه وتعالى خلقكم لهدف، هذه الدنيا أنتم موجودون فيها لهدف، أن نضيع الدنيا بالوقت المتاح لنا فيها يضيع وتضيع معها الآخرة، هذا أمر عظيم. الدنيا مزرعة فازرعوها، هذا الاهتمامات التافهة لن تنفعكم شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة، ارتقوا، كونوا من أهل الطموح، من أهل المعالي، كمصعب بن عمير رضي الله عنه لما دخل في الإسلام انتهى الانشغال بالشعر وبالملابس وبالطيب وبالكذا. نعم الإنسان مطلوب أن يكون مظهره جميل وشكله جميل، لكن لا يبالغ، لا ينشغل بها، ما عاد ينشغل بهذا، وصار هم الدعوة، وعذب وصبر من أجل دينه عليه الرضوان. فاختاره النبي صلى الله عليه وسلم لشدة التزامه وحماسه ووعيه وعلمه، تعلموا الدين وانشروه، هذه مهمتكم في الأرض، أنتم ورثة محمد صلى الله عليه وسلم، فكونوا من أتباعه في نشر الدعوة، كونوا. فهكذا كان مصعب رضي الله عنه، اختاره النبي صلى الله عليه وسلم أول سفير في الإسلام، لكن ليس سفيرا لملك من الملوك، وإنما سفير مهمته نشر الإسلام، نشر الدعوة، تعليم المؤمنين الجدد، تعليمهم الإسلام. وانطلق مصعب وبدأ يعلم هؤلاء، وبدأ ينشر الإسلام، وبدأ الأوس والخزرج يقبلون على الإسلام. ومن القصص الطريفة في ذلك أن عمرو بن الجموح كان على الشرك وأبناؤه أسلموا، فأخذوا يدعون أباهم إلى الإسلام. سبحان الله، الكبار في السن عادة صعب تغييرهم، لما يصر على شيء صعب يتغير إلا من هداه الله عز وجل. فهذا مصمم كبير في السن ورافض أنه يسمع لكلام أبنائه، فأبناء بدأوا يفكرون كيف نضغط على أبينا أن يسلم. فكان هو يعبد صنم، يعبد حجارة، صنم من الأصنام. فأخذوا مجموعة من أجلكم الله الأوساخ، زبالة، في الليل وأبوهم نائم، وغطوا فيها الصنم، لطخوا الصنم بالزبالة،
لما صار الصبح أبوهم شاف الصنم ملطخ بالأوساخ فغضب، من فعل هذا بإلهي؟ من فعل هذا بربي؟ بدأ ينظف الصنم ويطيبه ويمسحه، يعني شيء عجيب، منظر عجيب. إنسان هو اللي ينظف إلهه؟ أي سخف في العقل البشري وصل إليه الإنسان الذي يعبد بوذا والذي يعبد صورة مريم والذي كيف يصل العقل البشري أن يعبد حجارة؟ في اليوم التالي كرروا معه نفس الصنم وهو غضبان، كيف يفعل بإله هذا ويطيب الصنم وينظفه؟ وهذه المرة علق على الصنم سيف، قال له اسمع ادفع عن نفسك، احمي نفسك شوية، هذا سيف أساعدك عشان إذا أحد يريد وسخك دافع عن نفسك. يعني مهزلة، هو يساعد إلهه حتى يحمي نفسه. الإله هو الذي ينصر والذي يعين، هذا هو الذي يعين إلهه. اليوم الثاني نام أيضا، أولاد هذه المرة أخذوا أجلكم الله كلب وذبحوه وأخذوا دم الكلب ولطخوا به الصنم وعلقوا الكلب الميت على الصنم وأخذوا الأوساخ ورموها على الصنم وأخذوا الصنم والأوساخ والكلب ورموهم في الزبالة. صحى عمرو بن الجموح بدأ يبحث عن إله، وين راح الإله؟ بدأ يدور، يا أبنائي وين الإله؟ ساكتين يضحكون. بدأ يا جماعة وين ربي؟ ربي وين؟ يبحث عن ربه، يبحث عن إلهه. أي مهزلة هذا! الشرك والإلحاد والكفر مهزلة للعقل البشري. كيف لا تهتدي إلى الذي خلق السماوات والأرض؟ سبحان الله، أعرابي بسيط يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيسلم بدون سؤال، فيستغرب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كيف أسلمت؟ لماذا أسلمت؟ ما سألت؟ قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. إذا شفت آثار أكيد حد مشى هنا، وإذا شفت أجلك الله بعرة تدل أن كان هنا بعير، فكيف بأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج أفلا تدل على العليم الخبير؟ ببساطة هذا العربي، أسباب ومسببات هذا الكون بكل نظامه، وهذا الإنسان بكل إعجاز خلقه، كل صدفة؟ هكذا صدفة؟ أي احتمال للصدفة أن تتكرر في الإنسان ثم في إنسان آخر وثالث ورابع بهذا النظام الدقيق؟ أي صدفة؟ فعمر بن الجموح بعقله البسيط بدأ يبحث عن إلهه، وين ربي يا جماعة؟ متعجب أين ذهب الرب؟ ثم دار فوجد الصنم على هذه الحالة المهزلة في المزبلة، فنظر قال ما استطعت تحمي نفسك، ثلاث أيام وأنا أحميك، ما استطعت تحمي نفسك، رموك الزبالة بهذه الصورة بهذه النجاسة، كيف تعبد أنت؟ ورفض أن يعبد الصنم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وبدأ الإسلام يفشو في المدينة. كل هذا قبيل الهجرة. في هذه الأثناء أيضا حدث حادث عظيم في مكة، ذلك أن أحد سادة العرب هو الطفيل ابن عمرو الدوسي من قبيلة دوس الشهيرة العظيمة، قد جاء معتمرا، ما جاءت القبيلة كاملة الوحدة، جاء معتمر، فاستقبلته قريش، سيد ملك من الملوك، استقبلته قريش استقبالا عظيما واحتفوا به قبل أن يدخل إلى مكة، ونبهوا قالوا له انتبه، عندنا واحد ساحر قد خرج في مكة اسمه محمد بن عبد الله، هذا الساحر عند كلام هكذا يسحر، إذا سمعته سحرك وفرق بينك وبين زوجتك وبينك وبين أولادك وبينك وبين أهلك، فانتبه واحذر. يقول الطفيل فما زالوا بي، ظلوا يخوفوني من محمد حتى وضعت الكرفس في أذني، وضعت القطن في أذني. ثم يقول انطلقت أطوف، النبي صلى الله عليه وسلم جالس قرب الكعبة يقرأ القرآن، والطفيل بدأ يطوف وينظر النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، لكن ما هو قادر يسمع بسبب القطن. يحدث الطفيل يقول أنا بدأت أكلم نفسي، قلت يا طفيل أنت سيد قومك، أنت سيد دوس، أنت عاقل، أنت لبيب، أنت شاعر، ما يخفى عليك الكلام ولا يخفى عليك السحر من غيره، تخاف من واحد يتكلم؟ كيف تخاف من رجل يتكلم؟ شوفوا سبحان الله، بعض الناس يرفض يسمع، يرفض يقرأ القرآن، يرفض يناقش. إذا أنت عاقل ولبيب مما خائف؟ اسمع، والحجة بالحجة والدليل والدليل والبرهان بالبرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لذلك القرآن سبحان الله في منتهى القوة ومنتهى التحدي، ما في قضية ممنوع فيها النقاش، حتى قضية التوحيد مسموح أن نناقش فيها. وذلك في القرآن الكريم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، اثبتوا لي أن الله عز وجل له ولد أنا أول من سيعبده، بس اثبتوا لي، ليس بالأماني، ليس بأمانيكم،
ولا أماني أهل الكتاب، ليس بالأماني دخول الجنة والسعادة فيها، ليست بالأماني، وإنما بالسير على المنهج الصحيح. والسير على المنهج الصحيح هو باستعمال العقل والمنطق والحجة والدليل والبرهان. نحن لا نخاف أن نناقش أحدا، هكذا الإسلام بقوته وعظمته. فالطفيل بدأ يفكر هذه الأفكار، ثم قال أسمع، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزع الكرفس، نزع القطن، قال حدثني. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعرض عليه الإسلام ويقرأ عليه القرآن ويحدث عن الأصنام، كيف أنها حجارة لا تضر ولا تنفع، وأن الناس هم الذين صنعوها وهم يعبدونها، كيف وكيف يترك خالق السماوات والأرض. وحدثه عن الدين، بدأ يشرح له الإسلام، فوقع الإسلام في قلب الطفيل، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وجلس مسرورا فرحا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم معلم الإسلام وبين له تفاصيله. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم جاءته قريش، قالوا طفيل أصبت؟ قال بل أسلمت، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فهنا كادوا يؤذونه، قال والله لئن مسني أحد والله ما تنجون من دوس. كل دوس، أنا إنسان عادي، كل دوس ستتحرك من أجلي. وكان لا يرد له كلمة في دوس. فخافت قريش فتركوه. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ماذا تأمرني؟ تأمرني أجلس عندك أم تأمرني أرجع إلى دوس وأدعوهم إلى الإسلام؟ شوفوا الأدب، شوفوا الجندي في يد قائده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بل اذهب إلى دوس وادعوهم إلى الإسلام. الآن سيد من سادات العرب أسلم، بدأت الآن سبحان الله الأحوال تتغير بعد عام الحزن والأذى الذي فيه، الآن بدأت الفتوحات. فخرج طفيل بن عمرو نحو دوس وانطلق حتى وصل إليهم. في الطريق الله سبحانه وتعالى أراد أن يريه أنه على الحق، فظهرت له كرامة من الكرامات، والكرامة هي شيء خارق للعادة يحدث لغير الأنبياء للصالحين. فخرج له نور ما بين عينيه، والله على كل شيء قدير، علامة على أنه على الحق. فقال يا ربي ليست في وجهي، أخشى أن يقولوا مثله، يعني تشويه، أخشى أن قومي يقولون غير دينه فتشوه. فتحرك النور حتى كان في طرف صوته، فكان يسير والنور يضيء له الطريق حتى وصل إلى دوس. وفعل فعلا عجيبا، دخل بيته استقبلته زوجته وأولاده وأهله، فلم يرد عليهم، تحجبوا، جلسوا إلى ما لك خير، احنا ماذا فعلنا؟ ما أتكلم معهم، خافوا، كلهم خافوا، سيدهم عظيمهم. فقال وجهي على وجوهكم حرام إن لم تؤمنوا بمحمد. قالوا ما محمد، ما القصة؟ بدأ يشرح لهم الإسلام، فبدأ المقربون إليه يسلمون، ثم بدأ ينشر الإسلام في دوس، وظل يدعو في دوس ويدعو في دوس حتى أسلمت كل دوس. لكن هذا الأمر طال إلى ما بعد الهجرة، فجاء بعد الهجرة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام دوس، فأسلمت قبيلة كاملة على يد الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بسبب هذا التأخر سبقهم الأنصار. أما قصة الأنصار، ذكرنا أن الإسلام بدأ ينتشر على يد هؤلاء الخزرج الذين أسلموا، وعلى يد مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام، وانتشر الإسلام وازداد. في العام التالي، العام الذي سبق الهجرة مباشرة، خرجت مجموعة إلى الحج. طبعا تعرفون العرب كانوا يحجون بيت الله الحرام في وقت الحج، في ذي الحجة يحجون بيت الله الحرام، ويقفون في التاسع من ذي الحجة في يوم عرفة يقفون، ويعني نفس الحج تقريبا مع شوية تغييرات. فخرجت أعداد كبيرة من المدينة حاجة. من بين هذه الأعداد الكبيرة 73 مسلم، رجال ونساء، 73 رجل وامرأتين، هؤلاء هم المسلمون، والباقي كفار. أعداد كبيرة من بينها 75 مسلم، 73 رجل وامرأتين، وذهبوا للحج. تعرفون يذهبون إلى الحج، يقيمون في منى، فأرادوا أن يلتقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم مسلمون هؤلاء وحريصون على أن يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرفونه، يعرفهم فقط هؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاختاروا، حتى ما يثيروا الشبهة، اختاروا رجلين غير الـ12، قالوا اذهبوا وقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم احنا موجودين ونحب نلتقي معه حتى نبايع له على الإسلام مباشرة. فخرج الرجلان من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، البراء ابن معرور رضي الله عنه وأرضاه، وسعد ابن مالك الشاعر،
شاعر من فحول شعراء المدينة أيضا أسلم، فبدأ يبحثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروهم أنه مع العباس، مع العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مع العباس، سلم فسلم، قال أيكما محمد؟ قال أنا. ما يعرفون تماما. قال من أنتما؟ فقال الأول أنا البراء بن معرور، وقال الثاني أنا سعد بن مالك. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يقول سعد، فقال كلمة والله ما أنساها، لما قلت سعد بن مالك تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال الشاعر. قال الشاعر. فراح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام شاعر. لماذا؟ سبحان الله، الشعر له أثر في البشر إلى اليوم، وفي ذلك الوقت الأمر أكبر وأشد. في ذلك الوقت تعرفون ما في محطات تلفزيون ولا محطات إذاعة ولا صحف، كيف تنتقل الأخبار؟ كيف يتناقل الناس حديثهم؟ بالخطابة والشعر، وكان الشعر فيهم يعني يحفظونه بسرعة حتى ينتقل بينهم. يعني سبحان الله، العرب عندهم قدرة أن يحفظوا الشعر لا يحفظوا الكلام العادي. وذلك يعني في القصص الطريفة، أن جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الصلاة، أن الظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، المغرب 3، العشاء 4، والفجر ركعتين. قام يغلط بالعدد، علمه مرة ثانية يغلط بالعدد، علمه ما في فائدة، ما هو قادر يحفظ الأرقام. فواحد من الجالسين قال يا رسول الله دعني أعلمه. قال أعلم. فقال الرجل شعر، علمه بالشعر. قال إن الصلاة 4 فـ4، ثم 3 بعدهن 4، ثم صلاة الفجر لا تضيع. فحفظها. هكذا كان الشعر بينهم. قضية الشعر عندهم قضية عظيمة جدا، سهلة يسيرة على نفوسهم. كون أن شاعر يسلم مثل محطة ستلايت اليوم، أثر المحطات الإذاعية والمحطات التلفزيونية، هذا الإعلام عنده قدرة أن يخرب البشر وعنده قدرة أن ينهض بالبشر. ولذلك مهمة الإعلاميين مهمة عظيمة، مهمة الإعلاميين في النهضة بالأمة أو تدمير الأمة، الأمر جزء كبير منه على مسؤوليتهم، فليتقوا الله في هذا. والإثم من الواحد منهم أضعاف على غيره، لأنه إثم ليس فقط على نفسه، عندما ينشر منكر ينشره بين أعداد، وعليه إثم وإثم من يسير عليه إلى يوم القيامة. وكذلك الذي ينشر خير من خلال الإعلام فله أجر، وأجر من يسير عليه ويهتدي به إلى يوم القيامة. فقضية الإعلام قضية خطيرة جدا في البشر وفي الحياة في كل وقت. فانظروا فرحة النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام شاعر، شاعر يعني محطة متحركة. فرح النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله نريد أن نحدثك. قال تحدث. فأشار يعني عمك جالس، وعمه حتى الآن ما أسلم، العباس بعد ما أسلم، فقال قولا إنما هو عمي، يعني ما في سر على عمه ولو كان كافرا، لأن عمه وبن عبد المطلب كما ذكرت لكم هم الذين كانوا يحمونه، رغم أنه ليس على دينهم لكنهم تعهدوا بحمايته حمية وقومية بالنسبة له. فقالوا يا رسول الله جئنا ومعنا العدد الفلاني ونريد أن نلتقي معك لنبايعك على الإسلام. فتواعدوا، تواعدوا على أن يلتقوا عند العقبة مرة أخرى، نفس المكان الأول. وفعلا في ليلة عظيمة من ليالي التاريخ يتسلل هؤلاء المسلمون بهدوء في الليل، واحد يقطع 2 مع بعض 3، يتسللون من طرق مختلفة حتى يجتمعوا عند العقبة. العباس طلب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا أريد أن أحضر معك، هذا الأمر له ما بعده، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فخرجوا، والتقى الجميع عند العقبة، فرحب بهم النبي صلى الله عليه وسلم وفرحوا فرحا شديدا بالتقائهم بالنبي الذي آمنوا به، ما كانوا يرونه، ما كانوا يعرفونه من قبل، فرحوا بتعرفهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله اشترط، حط علينا الشروط التي تريد. فاشترط عليهم، قال قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فشهدوا أمامه بالشهادتين. فاشترط عليهم الابتعاد عن الفواحش، اشترط عليهم أداء الصلاة، واشترط عليهم البعد عن الزنا، وهم على كل هذا يوافقون ولا يترددون. فبايعوا، ثم قالوا قولا عظيما جدا، قالوا يا رسول الله هذا لربك، كل هذه الأشياء بيننا وبين الله عز وجل، هذا لربك، فاشترط لنفسك، نريدك أن تأتينا وحط أي شروط تريدها بس مقابل أن تهاجر إلينا. فقال اشترط أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم، تحموني كما تحمون نساءكم وأبناءكم، يعني القتال يعني الدم.
فقالوا يا رسول الله وما لنا إن فعلنا ذلك؟ ما المقابل؟ شوفوا كل القبائل سرر الدنيا يريدون أن يكونوا هم الخلفاء من بعده، يريدون أن لا يتصادموا مع الدول العظمى ولا غيرها. ماذا اشترط النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هنا؟ ماذا أعطاهم مقابل هذا أن يضحوا بأنفسهم؟ قالوا ما لنا يا رسول الله إن فعلنا ذلك؟ قال لكم الجنة، ما عندي غيرها، ما في عرض دنيوي، فقط الجنة. تعملون لهذا الدين لأجل الآخرة، ليس لأجل مغانم دنيوية. الذي يريد أن يدعو إلى الله عز وجل، الذي يريد أن يعطي الله عز وجل، لا يشترط الدنيا، جاءته خير وبركة، لكن إن لم تأته لا يشترطها. بعض الناس ممنوع يتكلم إلا مقابل، كيف؟ كيف هذا من أجل الدنيا؟ يسأل نفسه بينه وبين نفسه، لو لم يكن هذا المقابل تكلمت ودعوت وفعلت ونشط، إذا كان نعم فهو لله إن شاء الله، وإن قال لا أنا ما أتحرك إلا بفلوس فهذا فيه دخن والعياذ بالله. اشترط لنفسك. قال اشترط أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. قالوا ما لنا يا رسول الله إن فعلنا ذلك؟ قال لكم الجنة. فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه من خيرة هؤلاء، وقف فقال لا نقيل ولا نستقيل، يعني ما نتراجع عن ما تعاهدنا عليه، لا نحن ولا أنت، نعطيك نحميك وانت وعدتنا بالجنة. انظروا ماذا يريد. فقال نعم. فهنا وافق سعد وأعطاه البيعة على القتال في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد إنما أنت رجل في قومك، أنت واحد من 75 واحد موجودين، أنا ما أدري الكل موافق ولا لا، مرات الواحد يتكلم يورط الباقين كلهم، أنا أريد أتأكد. فاجتمعوا، روحوا اجتمعوا وأرسلوا لي نقباءكم. نقباء يعني ممثلين مندوبين مثل نواب، انتخبوا من بينكم نوابا يمثلونكم يتكلمون باسمكم. فاجتمع الأنصار واختاروا من بينهم 12 نقيبا، فجاء هؤلاء النقباء قالوا كل قومنا، واحد واحد سألناهم موافقين بدون تردد. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يسألهم مباشرة؟ خاف يحرجهم، فخلاهم هم يسألون بعضهم. فجاءوا فبايع الجميع، بايع النقباء أولا ثم بايع الجميع على الموت في سبيل الله مقابل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ويحمونه. فهنا وقف العباس وقال يا قوم إن هذا اليوم له ما بعده، إذا كنتم مسلمين يعني راح تتنازلون وتضعفون وتتركونه، اتركوه من الآن، إذا أخذتموه هاجر إليكم ما تتركونه. قالوا والله ما نتركه أبدا. فحدث موقف يثبت جديتهم فورا، فجأة سمعوا صرخة لا يدرون من أين، يبدو أن أحدا اكتشف أمرهم، وفي رواية أنه الشيطان صرخ هذه الصرخة، فصرخ يا أهل الجباجب، أهل الجباجب يعني أهل الخيام، ينادي في أهل الحج يا أهل الجباجب هل لكم إلى مذمم؟ مذمم يعني محمد، كانوا يعكسون اسمه من الذم عكس الحمد. هل لكم إلى مذمم والصباة معه؟ الصباة يعني الذين غيروا دينهم، يقصد المسلمين. يا أهل الجباجب هل لكم إلى مذمم والصباة معه؟ قد اجتمعوا إلى حربكم، اتفقوا على حربكم. النبي صلى الله عليه وسلم سمع الصرخة، الصحابة سمعوها، يقول واحد الصحابة كأقوى صوت سمعته في حياتي، فضيحة أن نحن اتفقنا على القتال ضد الكفر. فهنا سعد بن عبادة رفع سيفه، وكان أول سيف أشهر في الإسلام، قال يا رسول الله إن شئت قاتلناهم. شوفوا الجرأة، مستعد يقاتل كل أهل الحج وهم كلهم 75 شخص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل تفرقوا، وتفرق الأنصار بعد هذه البيعة العظيمة. وبدأت قريش تبحث من هؤلاء الذين تبايعوا على قتالهم، ما يدرون من، خبر فقط أن هناك بيعة تمت مع محمد على قتال قريش وعلى قتال أهل الكفر. فبدأوا يبحثون وأرسلوا الجواسيس والعيون يبحثون في كل القبائل من يمكن أن يكون قد تبايع على قتالنا. وبدأت الإشارات الكثيرة تشير إلى أهل يثرب. أهل يثرب أولا فيهم مسلمون، الشيء الثاني أنهم في هذه الليلة فقد عدد منهم ورؤي بعضهم يتسلل يخرج وحده، فإذا كثير من الإشارات تشير إليهم. فبدأوا يحققون تحقيقا شديدا مع أهل يثرب، فجاء وفد من قريش من سادة قريش وطلب الاجتماع مع حجاج يثرب، فجاءوا فيهم المسلمون وفيهم الكفار، فبدأوا يسألونهم أنتم تعهدتم على قتالنا؟ بدأ الكفار الموجودين يحلفون ما فعلنا ما علمنا ما، والمسلمون واحد ينظر إلى الثاني ساكت.
وظلت قريش تبحث، لكن الإشارات كلها تشير إلى يثرب. انتهى الحج وهم ما زالوا يتابعون، ومضى وفد يثرب، واستقر الأمر عند قريش أن أهل يثرب هم الذين فعلوا هذا، فحاولوا يتبعوهم، فما أدركوا منهم إلا سعد بن عبادة. سعد سيد من سادات يثرب، عظيم من عظمائهم، فأمسكوه فبدأوا يحققون معه، فأنكر، فبدأوا يضربونه، يضربون سيد من سادات يثرب. طبعا بالنسبة لقريش، من هؤلاء؟ قريش هم السادة، وتبقى يثرب رغم مكانتها، لكن في ذلك ليس فيها زعامات رئيسية على مستوى العرب. بدأوا يحققون معه، يضربونه ضربا شديدا، وهو يحاول أن يتخلص منهم ما استطاع. فهنا واحد من الكفار رق له، فقال له: أما تعرف أحدا من أهل مكة؟ قال: بلى. قال: نادي باسمه. إذا تعرف أحد صديقك من أهل مكة نادي باسمه. فقال: يا جبير بن مطعم، يا حارث بن حارب. بدأ ينادي، ففورا انطلق هذا الرجل إلى جبير بن مطعم والحارث بن حرب. قال: هناك رجل ينادي باسمكما. فأسرع، وإذ قريش تضرب سعد بن عبادة وهو صاحبهم، فأمر هذا سيدان من سادة مكة، أمر قريش، قال: اتركوه، هذا صاحب. فتحت ضغط هذين السيدين ترك سعد بن عبادة، وإلا كان معرض للخطر الشديد. وذهب الوفد إلى المدينة، وازدادت الدعوة في المدينة، وانتشر الإسلام في كل بيوت المدينة ما عدا اليهود. وأرسل مصعب بن عمير رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، أقبل إلينا. رسالة عظيمة: أقبل إلينا، فوالله ما بقي بيت في المدينة إلا دخله الإسلام، يعني في الأوس والخزرج، أما اليهود لم يدخلهم الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحت هذه الرسالة المهمة والخطيرة جدا، هكذا انتشر الإسلام، كل بيت على الأقل في واحد مسلم، الأمر صار عظيم جدا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فورا أمر بالهجرة، أمر جميع من عنده أن يهاجروا إلى المدينة. فبدأ الصحابة يهاجرون سرا، وانطلق الناس. أول من هاجر أبو سلمة رضي الله عنه، وابتتالت الهجرة، بدأ الصحابة يتسللون بالسر بالخفاء، الكل هاجر سرا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم هاجر سرا تحت خوف وضغط قريش، إلا واحد هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وموقف هجرته عجيب جدا، لما نوى الهجرة تحت أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، جهز أغراضه وجهز دابته ولبس سلاحه وذهب يطوف بالبيت، يودع بيت الله الحرام طواف الوداع، ثم بدأ يمر على نوادي قريش، كانوا يجتمعون في جلسات حول الكعبة، فبدأ يمر عليهم من مجلس إلى مجلس، يأتي للمجلس جماعة كلهم سادة، كلهم من عتاة قريش، فيأتيهم شاهة الوجوه، يسبهم يشتمهم، شاهة الوجوه، من أراد أن تذكله أمه، من يريد الموت فليتبعني خلف هذا الجبل. ماشي خلاص، فما تحرك أحد، كلهم خايفين منه. فهذه قوة وعظمة عمر رضي الله عنه. واستأذن أبو بكر الصديق للهجرة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن بالهجرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انتظر، لعل الله أن يجعل لك صاحبا، لا تروح وحدك، يمكن يكون معك واحد صاحب. النبي صلى الله عليه وسلم ما صرح. أبو بكر تأمل أن يكون هذا الصاحب هو النبي صلى الله عليه وسلم، فجهز دابتين بكامل ما يحتاجونه من متاع وطعام وزاد الرحلة، جهز دابتين للمسير، لأن صاحب يتوقع يكون صاحب معه، ويتأمل أن يكون هذا الصاحب هو النبي صلى الله عليه وسلم، وظل ينتظر. ولم يبقى من الناس إلا الذين منعوا من الهجرة، بعض الناس حبسوا حبسا، أهلهم سكروا عليهم، وبقي أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والكل هاجر الآن، كلهم ذهبوا إلى المدينة، وظلوا في المدينة ينتظرون مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. قريش أحست بالخطر، خطر شديد، لو تجمعوا في المدينة وجاءهم هذا القائد وقادهم ممكن يسبب خطر على كل قريش. فهنا أبو جهل اللعين دعا إلى اجتماع خطير في دار الندوة، دار قصي بن كلاب، وأصدر أوامر رئيسية جدا، ممنوع يحضر هذا الاجتماع أي واحد من بني عبد المطلب أو من بني هاشم أو من بني عبد مناف، هؤلاء الذين يحمون النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أقاربهم وأنسابهم، أي واحد نسيب مباشر لهم ممنوع يحضر، فقط سادة قريش الذين ليس لهم علاقة بهؤلاء. للأمر الخطير، فبدأوا يتشاورون في دار الندوة ماذا يفعلون أمام هذا الخطر الذي ممكن أن يتشكل لهم قبل أن يحدث الخطر. فبدأت الآراء. أبو البختري ابن هشام من سادة قريش قال: أرى أن نحبسه، حط في سجن ونحبسه،
فقال أبو جهل تحبسه، يأتي بنو عبد المطلب يطلقوه، أو يأتي هؤلاء أهل يثرب يطلقونه بالقوة. فقال آخر بل ننفيه، نطرده برا بغير يثرب. قال تنفيه خارج المدينة؟ يذهب إلى يثرب، ما سوينا شيء، حيرتنا ماذا نفعل. فبدأ يفكر لعين الشيطان، بدأ يفكر، فقال أنا عندي الرأي. قالوا ماذا؟ قال نقتله. أنت تدري إحنا لو نستطيع نقتله قتلناه من زمان، لو قتلناه بنو عبد المطلب سيقتلون قاتله وتحدث فتنة بين قريش. قال لا، نأخذ من كل فخذ من أفخاذ قريش شاب، ويجتمع هؤلاء الشباب كلهم على قتله، فيتفرق دمه بين كل قريش، فلا يستطيع بنو عبد المطلب أن يواجهه كل قريش، فيرضوا بالدية، فنعطيهم الأموال الدية وتنتهي المسألة. قالوا هذا الرأي، ذكر هذا الحادث في كتاب الله رب العالمين. شوفوا معرفة السيرة كيف تعلمنا القرآن، ذكر هذا الحادث في كتاب الله. وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك، إما الحبس وإما القتل وإما النفي، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. واتفقوا على هذا الرأي، وفعلا جهزوا أنفسهم في ليلة عظيمة مشهودة، تحرك هؤلاء الشباب نحو بيت النبي صلى الله عليه وسلم. في ذلك اليوم كان النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بأمر عظيم، عنده الأمانات. تعرفون في ذات الوقت ما في بنوك، فالواحد اللي عنده أغراض خايف عليها لما يسافر وين يحطها؟ يحطها عند واحد أمين. فكان الكفار يضعون أماناتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، أعداء ويتهمون ويطعنون فيه، لكن يعرفون ما في آمن منه. فكان الكفار يضعون أماناتهم لما يسافرون عند النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن يوي الهجرة، هذه الأمانات لازم ترجع لأصحابها. فجلس في ذلك اليوم يعلم عليا، هذه أمانة فلان، بدأ يعلم الأمانات، يعطيه تعليمات دقيقة. علي رضي الله عنه وأرضاه من أهل البيت الكرام، علي بطل من أبطال المسلمين، عظيم من عظمائهم، علي نادر من نوادر التاريخ، علي علم من أعلام الإسلام، كرم الله وجهه ورضي عنه. علمه ماذا يفعل وهو شاب صغير جدا، وعلمه ماذا يفعل في تلك الليلة. قال إذا أنا جيت أخرج أول ما أقوم أنت تذهب تنام في فراشي وتتغطى. وفعلا في تلك الليلة المشهودة تجمع هؤلاء الشباب عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يخرج ما زال النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، وجاء الأمر بالهجرة. هنا هؤلاء الشباب ما انتظروا، فتسوروا على السور حتى يدخلوا البيت، فرأتهم امرأة في داخل البيت فصرخت، فاستحوا، قالوا لو تحدث العرب أن نقتحم على نسائنا ليكون ذل الدهر، يعني شرفنا هذا، كيف احنا شرفاء نعتدي على اعراض نسائنا، لا خلونا ننتظر حتى يخرج. فبقوا عند الباب، ما احد يحس بهم بكل هدوء، ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بالليل، يخرج للصلاة، فيقتلونه عند الباب. هذا سبب عدم دخولهم واقتحامهم الباب. وجاءت الساعة الحاسمة، قام النبي صلى الله عليه وسلم من فراشه وترك في الفراش الفدائي العظيم في الإسلام، أول فدائي في الإسلام، فدا بنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، موقف في منتهى الخطورة، لو هجموا دخلوا هذا فراش محمد يضربوه يقتلوه، وغطى نفسه مكان النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا الفدائية والتضحية في سبيل نبيه ورسوله ودينه، وتحدث المعجزة العجيبة. يفتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب، وإذ بشباب قريش واقفين أمام الباب، صاحين، كل واحد ماسك السيف، مستعدين لخروج النبي صلى الله عليه وسلم. فيخرج ولم يروه، بمعجزة عظيمة من الله رب العالمين أمامهم يخرج، ولا يكتفي بهذا، بل ينزل يأخذ التراب من الأرض ويضع على رأس واحد منهم، ويأخذ التراب يضع على رأس الثاني، هكذا استهزاء بهم، وهو يتلو قول الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، يعني يوم القيامة فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، يعني هكذا يربطون أيديهم إلى أعناقهم فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون،
ما عادوا يبصرون انفتحين وبأيديهم السلاح والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل بهم هذا ولا أحد يرى. طبعا مع الظلام لا يرون التراب الذي يوضع على رؤوسهم، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أيديهم نحو بيت أبي بكر الصديق، ويصل النبي صلى الله عليه وسلم بيت أبي بكر. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وكان صغيرة جدا في ذلك الوقت، تقول طرقنا النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لم يكن يطرقنا بها، وقت قريب غير متوقع. ففتح له أبو بكر الباب يقول أنا استيقظت وأختي أسماء صاحية. فجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أخرج من عندك. أبو بكر مستغرب في شيء صاير، قال إنما هما ابنتاي، يعني ما في أحد غريب، ما في إلا ابنتاي. فقال يا أبا بكر قد أذن لي بالهجرة. فقال أبو بكر يا رسول الله الصحبة، يعني أنا صاحبك معك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة يا أبا بكر. تقول السيدة عائشة فوالله ما رأيت أحدا يبكي من الفرح قبل ذلك اليوم، من شدة فرحه أنه سيكون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة بدأ يبكي وتسيل منه الدموع. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، أخذ الدواب وانطلق في هجرة عظيمة غيرت التاريخ. وبدل من أن يتوجه نحو المدينة في الشمال انطلق نحو جنوب مكة، مسافة ليست بعيدة عن مكة لكن عكس الطريق تماما، نحو غار ثور. شوفوا التخطيط الآن، انطلق نحو غار ثور ووصل إلى الغار. هنا أبو بكر لما أراد أن يدخل كان معهم ثالث، كان معهم عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق. المولى هو العبد الذي حرر، فعامر بن فهيرة على الإسلام وكان يرعى الغنم وكان مولى أبي بكر، فأبو بكر قال تعال معنا، فكان يمشيان على الناقتين وعامر بن فهيرة يمشي وراءهما بالأغنام فتغطي على آثار الدابتين. شوف التخطيط العجيب. ثم لما وصل إلى الغار أعطوه الدابتين، أعطوه الناقتين، قال أخذهما وانطلق. أين ذهبت الدواب؟ هكذا ذهبت الدواب. فأخذ الإبل وأخبر أهل أبي بكر أين مكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق. لما أراد أن يدخل الغار أبو بكر فورا انطلق نحو الغار، قال يا رسول الله دعني أدخل قبلك، ودخل قبله يبحث في الغار لعل في شيء، ثم وجد حفر بدأ يضع رجله في الحفر إذا في شيء حي شيء تلدغه ولا تلدغ النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا التضحية والفداء والحب العظيم. وهكذا دخل في الغار، صار الصبح، رأوا التراب على رؤوسهم، شباب قريش الذين جاءوا يقتالون النبي صلى الله عليه وسلم اقتحموا الباب. ما الذي حدث؟ وإذ برجل نائم كادوا يقتلونه فكشف عن رأسه، وإذ بعلي قالوا أين محمد؟ قال لا أدري، بحثوا في البيت ما في محمد. خرج الخبر يبحثون عن محمد، اختفى محمد واختفى أبو بكر، وأعلنت الجائزة العظيمة، من يأتي بمحمد حيا أو ميتا له 100 بعير. 100 بعير ثروة في هذا الزمن، فما بالكم في ذلك الزمن، 100 بعير لمن يأتي بمحمد أو أي خبر عن محمد. واختبأ النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور، وبدأ البحث عنه في أنحاء مكة. حققوا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه الفدائي الأول الذي نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وافتداه بنفسه، فلم يستطيعوا أن يخرجوا منه بكلمة. وذهب أبو جهل مع وفد من قيادة الكفر إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأنهم يعلمون أنه أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فطرقوا الباب فخرجت لهم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، فقال لها أبو جهل أين أبوك؟ فقالت لا أدري. فمن شدة الغضب لطمها أبو جهل، لطم بنت أبي بكر لطمة أسقطها على الأرض، هكذا كان عنفه. وبحثوا في البيت فلم يجدوا أحدا، فعرفوا أن أبا بكر قد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. واستمر البحث وأعلنت الجائزة في أرجاء الجزيرة، من يأتي بأي خبر عن محمد له 100 بعير، 100 بعير ثروة عظيمة، من يأتي به له هذه الثروة العظيمة. وظل البحث والتخطيط متقن لقضية الهجرة، حتى إنها الآن تدرس من ضمن دروس التخطيط. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الجنوب بدل ما أن يذهب إلى الشمال، عكس الطريق الذي توقعوا أن يذهب فيه، والبحث كله في جهة الشمال، توقعون أنه يذهب إلى المدينة بينما هو في جنوب المدينة. أسماء بنت أبي بكر الصديق
إذا صار الليل خرجت ومعها الطعام وثقل عليها الطعام، فأرادت أن تحمله فلم تجد شيئا تحمله به، فأخذت نطاقها الذي تتحزم به فشقته نصفين، فتحزمت بأحدهما وفي الآخر ربطت الطعام وعلقته، ومن هنا سميت ذات النطاقين رضي الله عنها. فتذهب بالطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يذهب يجلس في مجالس قريش، يسمع الأخبار، يتتبع الأخبار، ثم يخرج أيضا وقت غير عادي ويأتي إليهما بالأخبار. وابن فهيرة مولى أبي بكر الصديق معه الأغنام، يسير وراءهما حتى يغطي الآثار، آثار الأغنام تغطي آثار الصحابة الكرام. وهكذا بإتقان شديد يأتيهم الطعام وتأتيهم الأخبار وهما في الغار. ويأست قريش أن تجد له أي أثر في اتجاه المدينة، فبدأ البحث في الاتجاهات الأخرى حتى وصل البحث نحو غار ثور. وتقدم الكفار نحو الغار وصعدوا على صخور هذا الجبل واقتربوا من الغار، وهنا تحدث المعجزات. في روايات حسنة ليست صحيحة لكنها ليست ضعيفة، أن باب الغار غطي بخيوط العنكبوت في تلك اللحظة، ولا قبلها وبعدها كان يأتيهم الطعام وتأتيهم الأخبار فما كان مغطى، لكن في تلك اللحظة بمعجزة من الله عز وجل، وجاءت حمامة فباضت بيضتين عند باب الغار. في هذه الرواية أن الكفار جاءوا فرأوا هذا فقالوا لا يمكن أن يكون أحد في الغار فتركوه. أما الرواية الأصح فهي ما يرويه البخاري في صحيحه أن الكفار وصلوا إلى باب الغار ووقفوا يتحاورون عند باب الغار، وأخذ أبو بكر الصديق يهمس في أذن النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهما تحت قدميه لرآنا. فجاء الرد العظيم: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إذ يقول لصاحبه وهما في الغار: لا تحزن، إن الله معنا. أي كلمة عظيمة، أي آية عظيمة تشير إلى هذه القصة. لو نظر أحدهما تحت قدميه لرآنا، كل الذي يحتاجونه أن واحد فقط ينظر تحت قدميه. أي إعجاز هذا، ناس يبحثون عن فارين فيصلون إلى باب الغار ولا يكلف أحدهم أن ينظر في الغار وينصرفون، لماذا لم ينظروا في الغار؟ معجزة من الله عز وجل صرف قلوبهم، وبدون أن يشعروا انصرفوا دون أن يبحث أحد منهم في الغار. وفي هذه الآية إشارة إلى هذا الحادث، وفيها تكريم عظيم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، إذ يقول لصاحبه وهما في الغار، فسماه الصاحب، ولم يطلق هذا الاسم على أحد إلا أبا بكر رضي الله عنه، الصاحب صاحبه. فعظمه الله عز وجل بأن جعل ذكره خالدا في كتاب يتعبد به ويتلى إلى قيام الساعة. لا تحزن، إن الله معنا. رسالة إلى كل المكروبين، إلى كل المحزونين، تذكر أن الله معك. لو تخلت عنك الدنيا، لو تخلى عنك الناس، لو خانك أقرب الناس إليك، لو خانك هؤلاء الأقربون، لا تحزن، إن الله معك. لو تخلى عنك كل الناس، لو ضاقت عليك الدنيا وبلغت القلوب الحناجر، لا تحزن، إن الله معك. كن مع الله عز وجل. بعض الناس سبحان الله يتعلق قلبه بالبشر ويظل عند مشكلة يلجأ إلى فلان، ما يروح لفلان ثاني، ينتظر جواب من فلان، ينتظر ولا يلجأ إلى الله عز وجل. يتعلق قلبه بأن البشر قد يساعدونه وينسى أن الله عز وجل هو القوي وهو على كل شيء قدير، ولذلك يصيبه الحزن، يصيبه التعب، يصيبه القلق، تصيبه الكآبة، بينما الذي مع الله عز وجل لا يحزن. يحزن على ماذا؟ يحزن أن البشر ضايقوه، الله سبحانه وتعالى سنده. يحزن أنه تكلموا فيه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يحزن أنهم ضيقوا عليه، الله سبحانه وتعالى هو المفرج الكروبات. فلا تحزن، إن الله معنا. وتحدث المعجزة العظيمة، يصل الكفار إلى باب الغار
ولا يدخله ويعودون ويستمر البحث في أماكن أخرى ولا يبحثون في غار ثور لأنهم وصلوا إليه وبحثوا عنده واستمر البحث ولا خبر. وظل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه مختبئان في الغار 3 أيام وهدأ الطلب قليلا خلاص اختفى سبحان الله اختفى بالنسبة لهم. فعندها بدأ الاستعداد للانطلاق في اليوم الموعود. يأتي عبد الله بن أريقط كافر لكنه يعرف الطرق غير المعتادة بين مكة والمدينة. هناك طرق رئيسية طرق التجارة وطرق السفر معروفة الناس تسير فيها تذهب وترجع معروف الطريق لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد هذا الطريق لأنه سيكشف أمره فيريد طريق ملتف والطريق عجيب يلتف حول هذا الطريق الرئيسي يتقاطع معه ويلتف حوله. في اليوم الموعود جاء بهذا العربي الأصيل الدليل الخبير في الطرق ولو كان على الكفر وهذا فيه دليل على أنه يجوز الاستعانة بالكفار إذا كان ليس فيه تنازل عن شيء من ديننا وليس فيه تنازل عن سيادتنا إلى آخر هذه الأمور لا مانع لأن الله قد ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر والرجل الكافر. وانطلق ابن أريقط بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصاحبه الكريم عليه الرضوان في طريق غير معتاد نحو المدينة شرفها الله تعالى. وانطلق الركب وسار الركب في الطريق مر على جماعة من الأعراب من قبيلة جشعم جالسين يتحدثون ومعهم أحدهم هو سراقة ابن مالك الجشعمي. فأحدهم نظر وإذ بقافلة من 3 أشخاص فقال لعل هؤلاء محمد وصحبه. سراقة التفت وكان ذكي جدا فانتبه فعلا قد يكونوا هم لكن هو يريد الجائزة لنفسه لا يريد أن تكون الجائزة للآخرين فقال لا 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 هذا فلان وفلان يبحثان عن بعير لهما ضاع. ومن ذكائه ما قام لأن لو قام فورا لحسوا أنه يريد أن يتبعهم فجلس يتكلم يعني جلس فترة يتحدث والقافلة سارت. بعد فترة استأذن من جماعته وذهب إلى فرسه وكان من أبطال الفروسية يقولون عنه لم يسقط أبدا من فرس. فانطلق يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وسار الركب. أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الطريق كان يسير أحيانا أمام النبي صلى الله عليه وسلم ثم فجأة يتأخر ويذهب خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب على النبي ثم يذهب على اليسار ودائما في حركة حول النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في منتهى الهدوء والاطمئنان بالله عز وجل ذكر الله عز وجل على لسانه بلا انقطاع. فأكثر أبو بكر الحركة فالنبي صلى الله عليه وسلم انشغل به رايح جاي ما لك يا أبو بكر. قال يا رسول الله أخاف يكونون أمامنا في كمين فأقول أنا أكون أمامك. أخاف يأتون من ورانا في الطلب فأكون وراءك. أخاف يأتون من يمين أو يسار فأتحرك من يسار حتى لا يصيبونك يصيبوني قبلك. انظروا حبه وفداءه للمصطفى صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هون عليك يا أبا بكر إن الله معنا من كان معه الله عز وجل مما يخاف. وتحرك الركب وجاء سراقة بعد أن لبس السلاح وأخذ الرمح والسيف وانطلق خلفه القافلة الصغيرة حتى صار منهم على مرمى رمح. لو قذف الرمح وكانوا في منتهى الإتقان في رمي الرماح لو رمى الرمح لأصاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رآه فزع فرجع خلف النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحميه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت هكذا في السيرة لم يلتفت يعني واحد في هذا الموقف مفروض يكون متلفت ومتحفز. النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر هادئ واطمئنان كامل بالله عز وجل لم يلتفت. فأبو بكر يقول يا رسول الله يعني لو رمانا يصيبنا إن الله معنا. وأن تقدم سراقة يريد أن يقذف الرمح أو يهددهم بالرمح وفجأة إذ تغوص قدم الفرس في الأرض تدخل في التراب وينقلب سراقة الفارس المغوار الذي لم يسقط قط يسقط ويتدحرج من فرسه. فتعجب أول مرة يحدث له هذا. وانطلقت القافلة فقام وركب الفرس من جديد وانطلق خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولحقهم مرة أخرى ويسقط بنفس الطريقة مرة أخرى. فتعجب وبدأ يحدث فرسه ما لك أصيب بالذهول كيف يسقط بهذه الطريقة. وركب الفرس مرة ثالثة وانطلق فسقط مرة ثالثة فقال هو ممنوع هو ممنوع. عندهم كلمة ممنوع يعني تحميه الجن
تمنعه الجن من الأذى عند حامي من حماة الجن، هكذا يعني يتصورون. للأسف بعض الناس إلى اليوم يظنون أشياء مثل هذه من هذه الخزعبلات. هو ممنوع، فطلب الأمان، أعطوني الأمان يا محمد، أعطني الأمان. النبي صلى الله عليه وسلم توقف والتفت إليه فقال لك الأمان، فاقترب وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطني الأمان، أنت ممنوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك الأمان، قال اكتب لي الأمان، اكتب لي كتاب بالأمان إني أنا لي الأمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر فأخذ عظم بعير ولا خشبة ولا من الذي كان يكتبه عليه في ذلك الوقت، فكتب له كتابا بالأمان أنه لا يصيبه أحد. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعطي الأمان قال بالمقابل أعطيك الأمان لكن بشرط. قال ماذا؟ قال ما تخبر عنا أحد، وإذا سألك أحد تضللهم عنا، تبعدهم عن هذا الطريق. قال لا كذلك، خايف لأنه الآن ظن المسألة لها علاقة بالجن وكذا، خايف. فأخذ الأمان ورجع سراقة. سراقة بن مالك في قصة طويلة ضل على الكفر، وكان مع قبيلة هوازن التي قاتلت النبي صلى الله عليه وسلم، وأسر في يوم الطائف في معركة الطائف، أسر وجيء به مع الأسرى فقال أنا عندي أمان من نبيكم. قالوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاك أمان؟ قال بلى، دلوني على محمد. فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله في واحد يقول أنت معطيه الأمان؟ قال أنا أعطيته أمان، من هو؟ فجيء به قال من أنت؟ قال أنا سراقة بن مالك. قال نعم، يوم بر ووفاء، نعم أتذكر، واليوم أوفي بعهدي لك. هذا الأمان الذي أخذه في الهجرة هو الذي نجاه يوم الطائف بعد 10 سنين من هذا الحادث تقريبا أو 8 سنين. فانظروا وتأملوا في هذه المسألة وتعجبوا. قبل أن يمضي سراقة وإذ بنداء عجيب من النبي صلى الله عليه وسلم، عجيب جدا. قال يا سراقة. قال نعم. قال كيف أنت يا سراقة وفي يديك سواري كسرى؟ الأسورة ما يلبسه الرجال والنساء من أساور من ذهب. قال نعم ما مصدق. قال كيف أنت يا سراقة وفي يديك سواري كسرى؟ قال كسرى، كسرى يعني كسرى أنوشروان؟ تتكلم أنت عن الملك هذا، ملك الفرس، ملك أعظم دولة في العالم؟ قال نعم. سكت سراقة، مجنون صاحي هذا اللي يتكلم معه، يعده وهو مطارد، الناس كلهم يبحثون عنا، على رأسه جائزة، وهو يعده أنه سيفتح المسلمون بلاد الفرس في زمنه في حياته، ليست بعد قرون، تأتي الجواهر وتكون في يديك يا سراقة. سراقة سكت ما مصدق. مرت الأيام ومات النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عهد أبو بكر ومات، وجاء عهد عمر رضي الله عنهم، وفتحت المدائن وجيء بالمجوهرات، غنائم كسرى جيء بها إلى المدينة. كان سراقة طبعا في ذلك الوقت قد أسلم وشايب عجوز، فجاءوا بالمجوهرات وفيها أسورة كسرى، فلما رآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ائتوني بسراقة بن مالك. فنادوا قال اجمعوا الناس، فجمعوا الناس، قال صفوا، فاصطف الناس، فألبسه سواري كسرى، قال ارفع يديك، فرفع يداه، قال سر بين الناس دعهم ينظرون. الناس متعجبين، عمر ماذا يفعل؟ عملية استعراض. فوقف الناس وأخذ سراقة يسير بين الناس وفي يده الأسورة، فقال عمر لسراقة قل لهم يا سراقة ماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لك يوم الهجرة؟ فقال قال لي حبيبي كيف أنت يا سراقة وفي يديك سواري كسرى؟ هذه قصة رسالة لكثير من العرب والمسلمين الذين خارت عزائمهم وظنوا أنه لا أمل لهذه الأمة أن تنتصر، ولا أمل لهم أن يغلبوا هذه الدول العظمى، ولا بد أن نسير في ركابهم ونستسلم لهم ونطأطئ لهم ونستسلم اليهود ونخضع ونقنع. كيف أنتم وفي أيديكم أسورة ملوك العالم؟ لا تفقدوا الأمل بالله عز وجل. إذا كان الإسلام وهو في أضعف حالاته، النبي صلى الله عليه وسلم وهو مطارد يعد بفتح أعظم دولة في العالم، فالنصر لهذا الدين والمستقبل لهذا الدين، فأبشروا. وانطلق الركب حتى وصل في الطريق إلى خيمة أم معبد. أم معبد امرأة أعرابية تعيش مع زوجها في الصحراء، ما شأن أن يذكر لها هذا التاريخ وتخلد في التاريخ؟
لا تكاد تجد كتابا من كتب السيرة إلا ويذكر أم معبد. ما خبرها ولماذا خلدت؟ خلدت لسبب رئيسي، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها، فكانت أدق من وصف شكل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد كثير من المؤرخين لا يذكرون شكل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعتمدون على وصف أم معبد، امرأة في منتهى الدقة في الوصف. سبحان الله، يعني بعض النساء يعني فيها صفة أنها دقيقة الملاحظة جدا، لا يمكن أن تكون بدقة أم معبد. جاءها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صاحباه في الطريق، كان قد انتهى عندهم الطعام، تعرفون ماشيين الطريق ملتوي، فنفدت زاد. فلما نفدت زاد منهم توقفوا عند أم معبد فسلموا فرحبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل من طعام؟ فقالت لو كان عندي طعام ما احتجتما إلى سؤال. يعني من شدة كرمها، أي ضيف تعطيه بدون ما يسأل، بدون ما يسأل لو عندي ما احتجتما إلى سؤال. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى عندها شاة ضعيفة هزيلة ليس فيها حليب، قال تسمحي لي أحلبها؟ قالت ما فيها حليب ما ترى. قال لها اسمحي لي أحلبها. قالت تحلبها إن كان فيها حليب. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الإناء وسمى ودعا وحلب بيديه المباركتين صلى الله عليه وسلم، وهي متعجبة من الذي يحدث. ثم أعطى صاحباه فشرب، وأعطى أم عبد فشربت حتى ارتو، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم وهي متعجبة من الذي يحدث أمامها. ثم طلب آنيتها، هات الآنية التي في البيت، فملأ لها كل الآنية بالحليب، ومضى النبي صلى الله عليه وسلم وهي متعجبة من الذي حدث، معجزة تراها أمام عينها. بعد فترة جاء أبو معبد فتعجب، حليب؟ قال هل حدث شيء؟ مر عليك أحد؟ قالت نعم، مر علي رجل مبارك، هكذا وصفته، مبارك صلى الله عليه وسلم، فانظر هذا من آثار بركته. فقال صفيه لي، فمن هنا جاء الوصف، فوصفته في وصف عجيب. من وصفها تقول عنه صلى الله عليه وسلم ظاهر الوضاءة، وجه منور، ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه. الوجه الأبلج هو الوجه الواسع، ما كان دقيق وجهه صلى الله عليه وسلم، واسع أبيض جميل حسن، حسن الخلق، شكل جميل ما فيه عيوب، لم تعبه ثجلة، يعني ما عنده كرش، ما عنده بطن، مستقيم صلى الله عليه وسلم، ولم تزر به صعلة، يعني ليس فيه نحافة، ما هو نحيف ولا رأس صغير، جسمه في منتهى الاعتدال صلى الله عليه وسلم، وسيم قسيم، والقسيم هو صاحب القسمات الجميلة، وسيم قسيم. وذلك جاءت أحاديث كثيرة في وصف الصحابة يصفون جماله صلى الله عليه وسلم، يقول أحد الصحابة والله ما رأيت قمرا في ليلة البدر أجمل من النبي صلى الله عليه وسلم، في منتهى الجمال. تزيد من وصفه هذه المرأة الصالحة، يقولون أسلمت فيما بعد رضي الله عنها، في عينيه دعج، والدعج سواد العينين، سواد شديد، في بياض ما حولهما بياض شديد، الوسط سواد شديد والبياض بياض شديد، فهذا هو الدعج. وفي أشفاره وطب، الأشفار هي رموش شعر العين، في أشفاره طول، فطويلة رموشه صلى الله عليه وسلم. ثم تصفه تقول وفي صوته صهل، الصهل هو حدة مع بحة خفيفة، فهذا هو الصهل، حدة مع بحة، في صوته صهل. وفي عنقه سطع، في عنقه سطع، يعني عنق طويلة صلى الله عليه وسلم. وفي لحيته كثافة، لحية كبيرة، حتى في وصف آخر تملأ ما بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. أزج أقرن، الأزج هو الذي حواجبه فيها قوس مع طول في الطرف، والأقرن هو الذي في اتصال ما بين حواجبه، في شعر ما بين حواجبه، ليست منطقة خالية من الشعر، وإنما في شعر يصل ما بين حواجبه. فأزج أقرن صلى الله عليه وسلم، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء. وقار واحترام وهيبة في صمته وفي كلامه صلى الله عليه وسلم. أجمل الناس
هكذا في الوصف: أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأجمله من قريب. ترى من بعيد تقول أجمل الناس، عندما تقترب منه تقول أجمل وأجمل صلى الله عليه وسلم. حلو المنطق فصلا لا نزرا ولا هذرا، يتكلم كلام واضح مرتب، ليس فيه طول وليس فيه اختصار من خل، كلامه فصل واضح. ربعة، الربعة هو الإنسان الذي ليس بالطويل وليس بالقصير، فوصفته تقول: ربعة لا تشنعه من طول ولا تحقره عين من قصر. يعني لا تستغرب طوله ولا تحتقر قصره، وإنما وسط بين الرجال، له طويل وليس بالقصير صلى الله عليه وسلم. غصن بين غصنين، بين الذين معه، مع أبو بكر وابن أريقط، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا، أجملهم منظرا صلى الله عليه وسلم، وأحسنهم قدرا، له رفقاء، هذول اللي معاه، أصحاب اللي معاه، يحفون به إن قال، سمعوا لقوله وإن أمر تبادروا لأمره صلى الله عليه وسلم. محفود محشود، يعني مخدوم، ما يرغب شيء إلا تسارعوا نحوه. هكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، ثم تصفه تقول: لا عابس ولا مفند، ما يعبس، دائما مبتسم، وجهه طليق مبتسم. بعض الناس سبحان الله مكسرين، كأن الدين معاه العباسة، لا، الدين دين سماحة ودين جمال. بعض الناس يعني واحد يقول لي: الله يجزاك الخير، تتكلم وتبتسم، ليش يعني غريب اني اتكلم وابتسم؟ قال: نريد هكذا ان يكون رجال الدين كما يقول. نحن نقول سبحان الله، هذا من وصف النبي صلى الله عليه وسلم، مبتسم. يقول عنه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، يقول: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تبسم، كان كثير الابتسامة، لا عابس، ما يعبس إلا في أمر الله وفي يعني محارم الله، ولا مفند، ما هو شايب وكبير في السن بحيث كلامه يعني غير مفيد ولا معنى له. وصف عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عمره في ذلك الوقت 53 سنة وهي تصفه. وجاءت أوصاف أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة نذكرها. فمن أوصافه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر، يعني إذا اهتم بقضية، كان يضرب إبهامه في كف يده اليسرى وبين عينيه عرق صغير، إذا غضب احمر هذا العرق، ولونه صلى الله عليه وسلم أبيض مشوب بحمرة، يعني أبيض فيه شوية احمرار صلى الله عليه وسلم. أقنى الأنف، والأنف الأقنى الأنف الطويل المرتفع من الوسط والدقيق من الطرف، الأنف العربي المشهور. فهذا بعض أوصافه صلى الله عليه وسلم، جمعنا الله وإياكم به في أعلى الجنة، لنسعد برؤياه وتقر أعيننا برؤياه صلى الله عليه وسلم. وانطلق الركب نحو المدينة. أخذت الرحلة 3 أو 4 أيام. في هذه الأيام كانت قد وصلت الأخبار إلى المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من مكة، وأن مكة بحثوا عنه ولم يجدوه. تعرفون، جلس 3 أيام في الغار، ثم 3 أو 4 أيام في الطريق، حوالي أسبوع. في منتصف هذا الأسبوع وصلت الأخبار إلى المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، فبدأوا يخرجون ينتظرونه صلى الله عليه وسلم. مصعب بن عمير السفير الأول في الإسلام الذي كان يدير شؤون المسلمين في المدينة بدأ يعمل مظاهرات، يخرج الناس، يحمسهم، يصلون الفجر ويخرجون لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم. يذهبون في الطريق الذي هو من مكة، لا يدرون من أين سيأتي، لأنهم يعلمون أنه أخذ طريقا غير عادي. فمع خروج الناس، الرجال والنساء والصبيان المسلمين، كان أيضا الكفار يخرجون ينتظرون هذا الحدث الخطير، بل حتى اليهود كانوا يخرجون لأنه حدث خطير. ماذا يقصد مصعب بن عمير من خلال هذه المظاهرة؟ المظاهرة هذه عبارة عن تعبير سياسي، أن القائد سيصل، الحاكم سيصل، فكان يهيئ النفوس جميعها إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي، ليس فقط نبيا ورسولا، وإنما سيأتي حاكما يحكم المدينة. وخاصة كما نذكر أن المدينة لم يكن لها حاكم، بل كانت ممزقة بين الأوس والخزرج واليهود، وكانت هذه القبائل الثلاثة في صراع. والأوس والخزرج كان قبلها بسنوات محدودة حدث بينهم قتال أفنى سادته، فما عاد فيهم رأس،
فكان النبي صلى الله عليه وسلم قادم ليحكم، ومصعب يهيئ له هذا الجو، جو هذه المظاهرات ليحكم. فكانوا ينتظرون من الفجر إلى الظهر ثم يرجعون، لأن عادة هذا وقت وصول القوافل. لماذا هذا وقت وصولها؟ كانوا يتجنبون السير في النهار لأن حر، فيسيرون في الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم خاصة أنه مسافر وهو مختبئ من الكفار، بالتأكيد سيسافر في الليل، إذا متوقع أن يصل مع بداية الفجر في النهار أو في وسط النهار. فكان ينتظرون إلى الظهر ويرجعون، وكل يوم على هذا الحال. في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع أول، سبحان الله، نفس يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع أول، وهاجر وصل إلى المدينة يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع أول. وهنا وقفة صغيرة، ما وصل في أول محرم، وصل في الثاني عشر من ربيع أول. لماذا يحتفل الناس بالهجرة في أول محرم؟ لأنه فيما بعد بعدة سنين، 15 سنة تقريبا أو أكثر، عمر بن الخطاب حاول أن يحدد تاريخ، كان الناس يتعاملون بالتواريخ بدون تحديد، حادث كذا عام كذا، فأراد أن يؤرخ، فقالوا لن نؤرخ بتاريخ النيروز والفارس، قال لا، نؤرخ بتاريخ الروم، تاريخ الميلادي هذا، قال لا، نحن أمة يعني متميزة. هذا من حرص عمر، وهذا حرص صحيح، أن الأمة تتميز، تتميز في مظهرها، تتميز في أعيادها، تتميز في كل شيء، تتميز، ما نقلد هؤلاء الآخرين. بعض الناس سبحان الله يوم ما عسى الكفار يفعلوا شيء إلا قلدوا، عملوا لنا عيد الشيطان قلدوهم، عملوا لنا عيد الحب قلدوهم، لو دخلوا جحر ضب لدخلوه وراءهم. فالأمة أمة تتميز، فعمر رضي الله عنه أراد أن يميز هذه الأمة، فقالوا نؤرخ بمولده صلى الله عليه وسلم، فقال لا، يعني واختلفوا على هذا، قالوا نؤرخ بوفاته صلى الله عليه وسلم، قال لا، هم اتفقوا على حادث عظيم وهو حادث الهجرة، قالوا نؤرخ بالهجرة الشريفة. لماذا؟ لماذا التأريخ بالهجرة وليس غيرها؟ سبحان الله، أولا الهجرة حدث بارز على مستوى الإسلام، فرق ما بين مرحلة ومرحلة، وهو حدث بارز على مستوى القرآن. اقرأوا السور المكية واقرأوا السور المدنية، تجدون فرق كبير. السور المكية تركز على الأخلاق والعقيدة والإيمان ومعاني التوحيد، ما كان فيها تشريع لأن ما في حاجة، ما في دولة، لكن المدينة جاء فيها تشريع وأحكام اقتصادية وسياسية وأحوال شخصية وغيرها، جاءت تشريعات وعلاقات دولية وسياسة، جاءت تشريعات. من الطبيعي أنك تجد في السور المكية آيات قصيرة، بينما السور المدنية تلقى آياتها طويلة، فروق واضحة. القرآن تغير مع الهجرة، فكيف لا تكون هي الاختيار؟ قبل الهجرة الإسلام مستضعف، بعد الهجرة الإسلام له دولة يحكم، فمن هنا كان اختيار الهجرة الشريفة، اختارها عمر رضي الله عنه. فلما اختارها عمر رضي الله عنه، طبعا ما يمكن تبدأ السنة من 12 ربيع أول، فقالوا نبدأ من بداية السنة كما هو معروف عندهم، اللي هو بداية محرم. في تلك السنة حدثت الهجرة، لكن في 12 ربيع أول، لكن لأن السنة لا يمكن أن تبدأ بهذا، بدأوا بمحرم، وإلا الصحيح فالهجرة في 12 ربيع أول، وهي مولده صلى الله عليه وسلم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبدأت حياة جديدة للمسلمين. كيف استقبلت المدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي الأيام الأولى؟ وما الأحداث التي فيها؟ حباء، صهيب، سلمان الفارسي، أحداث عظيمة حدثت في أيام الأولى من الإسلام في المدينة، وهذا حديثنا في اللقاء القادم بإذن الله. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.